في مسيرتها الانقلابية انتهكت ميليشيا الحوثي والمخلوع القيم والأخلاق وتجاوزت الخطوط الحمراء، ورغم أن كثيرا من مقاتليها ينتمون إلى قبائل لها أخلاق وأعراف، إلا أنهم داسوا على أخلاقهم بجنازير المدرعات وسودوا وجوههم بكل العيوب. الأحياء السكنية والمدارس التي تحميها الشرائع والأعراف لم تكن بمعزل عن همجية الميليشيا، وكان الأطفال ضحايا في كل الجرائم التي تعرضت لها أحياء المدنيين في تعز، المدينة التي قصفت بأسلحة يحرم استخدامها في المدن. استهدفت الميليشيا كل نافع وجميل في تعز، وأصبحت المدارس سواء في الريف أو في المدينة أهدافا رئيسية، ووجدت الطفولة نفسها هدفا سهلا لأسلحة لا أخلاق لها. احنا خارجين من المدرسة، خارجين احنا بتعرض نمشي ما لقيت بي رصاصة قدم اليسرى، في ناس سعفونا المستشفى. بلغة الأرقام ولبيان ما اقترفه الانقلابيون بحق العملية التعليمية بشكل عام في تعز، كشف مركز الدراسات والإعلام التربوي في تقرير أصدره في مارس 2016 أن انعدام الأمن في تعز أدى لإغلاق 468 مدرسة وحرمان أكثر من 250 ألف طالب وطالبة من الذهاب إلى المدارس، وكان استمرار الدراسة تحديا كبيرا بالنسبة لأبناء العاصمة الثقافية لليمن، فتحدوا ظروف الحرب والحصار وتلقوا دروسهم في البدرومات والمساجد وفي أي مكان تمكنوا من الدراسة فيه. كنا ندرس بأمان وسلام، لكن الحوثيين دمروا مدارسنا، والآن نحن جئنا إلى هنا لكي نتعلم ولكي ندرس حتى في الدرج وفي كل مكان، سنظل ندرس من أجلنا ومن أجل اليمن. ونحن بنتحدى وبندرس بالدرج حتى في أي مكان، حتى تحت الأرض بندرس، وإن شاء الله نبني مستقبل جديد ونرجع إلى مدارسنا. بهذه العزائم وهذا الإصرار تغلبت تعز على مسيرة البغي والجهل، وهي المدينة التي طالما كانت مصدر إشعاع علمي وتنوير. مدرسة زينب بمدينة تعز كانت شاهدا على همجية الميليشيا، إذ كادت إحدى طالباتها تفقد حياتها بعد إصابتها بشظايا مقذوف عشوائي استهدف المدرسة. إحنا في مدرسة زينب نمتحن في نصف السنة، بعدين جاء أول حبة للمدرسة لفوق المدرسة، أما الثانية جاء على طول لجنب إحنا وإحنا داخلين نمتحن، بعدين ما عدرين إيش من وين جايين، جاء لأن أول واحدة جاء وجلسوا يتفرقوا ما دخلوا يمتحنوا، أما الثانية جاء على طول جنب البنات والبنات قاعدين بداخلتين وقالوا فوقي. طبعا الطالبة سارة كانت في فترة اختبارات بالمدرسة، فاللي حصل زي ما سمعتم إنه تعرضت لرصاصة من قبل أعداء الوطن، فكانت الرصاصة وهي في بوابة المدرسة. هنا أمام مدخل المدرسة جرحت سارة، كانت تراجع الدرس وتستعد لدخول الامتحان، لكن المجرمين حالوا دون ذلك. كانت صديقتي سارة في هذا المكان تمسك كتابها، وفي يوم أتت المضاد الطيران لهنا فأتت الشظايا إلى يدها، من هنا بعدين أجت الشظية لهنا، خزقت الكتاب وقطعت لها هذه الأصبع وهذه الأصبع تعورت شوية، وأتت إلى هنا كمان شظية وتعورت بالأمعاء والوريد، وكمان يعني احنا ما كناش عارفين انها دخلت لهنا، احنا نحسبها يده، بعدين سقطت الى هذا المكان كانت تصيح انقذونا، واحنا ما عارفين ان هي اتت لهنا، شفنا يدها، بعدين لما الله يحفظه عيسى يعني حقنا راعي الباص اخذه وبعدين ودي للاسعاف. اول كنا جالسين هنا كلنا نلعب، جات اول مضاد طيران عند الخارج فوق المدرسة مش بعيد، احنا ايش ندخل؟ قال احنا ندرس تدخلين، دخلنا قالت احترقوا، احنا ما حسينا باش، قال فوق صاحبتي دخل له من هنا، خرج له من هنا قطع الكتاب قطع له صباعه. صاحبتي هي سارة كان اعز اصدقائي، كنا واقفات كذا سوا عشان نشوف الخريطة انها بتدخل بالاختبار، بعد كنا كنت اقول هذه الخريطة اشوف الرصاصة قال هنا، قال ايش ندخل يعني مع الخوف، قال ندخل اشوفها كذا نقى بينا دم مليان، أشوف الأستاذ قام مسكتني وهذا يعني زعل لأن أبوي ما كمان مات بسجد مع المقاومة، فمن كذا كان خوف، كان أعز استقال إحنا بالفصل. ما أصاب سارة كان مؤلما ولا يزال لصديقاتها،
في النفوس جراح عميقة أعمق من جراح الجسد التي قد تندمل قبل اندمال جراح النفوس. كنت أبكي مرة خوف، تقعله وتقع على نفسه كذا، كنا مرة كنا خوف مرة. بعدين إحنا صحنا وخفنا عليه لأن أعز أصدقائتنا، بعدين كنا نشتي ناخذها بس الأستاذ كان ما يخلي إن إحنا شناقي ناخذها لأن كانت بإصابة قوية. إحنا صراحة افتقعنا، الله ينتقم بس منه اللي عمل إحنا كذا، لأنه هذا موقف أذت لي صاحبتي وكانت قدامي، يعني أكيد إنني بخاف من الدم كذا. يعني بكينا خلاص، زعلنا عليه، زعلنا عليه وبكينا لما تعورت، بكينا وصرحنا زرنا المستشفى بس قرر قلنا إن شاء الله بتجي. سرعة إسعاف سارة وحنكة الطبيب المعالج حالة دون خسارتها لحياتها بسبب نزيف داخلي. تعرض لشظايا فأصيبت في بطنه، تضرر الوريد الأيمن المغذي الرئيسي للبطن، وكذلك كان في تمزقات عديدة في الأمعاء وتم قطع التمزقات في الأمعاء وإيصالها، وكذلك تعرضت الشظية في أصبع اليد اليسرى وتم محاولة إرجاع الأصبع. إلى الآن تخضع للرعاية الطبية التمريضية في المستشفى، وأخذها بعض المدرسين إلى المستشفى وتم عمل لها عملية استكشافية، واكتشف الدكتور إن في الأمعاء الدقيقة متمزقة والشرايين، والآن في اليوم الثاني تم عملية أخرى ليدها، عملية تجميلية، والآن ما زالت حالتها مستقرة والحمد لله. حاليا تتماثل سارة للشفاء، لكنها قد تحمل بعض معالم الألم الذي أحدثته فيها وحشية الميليشيا، ولن تنسى هي ولا زميلاتها حول ذلك اليوم. هؤلاء أعداء الوطن هم يريدون هدم التعليم بالأول، يستهدفون أماكن التعليم للقضاء على التعليم. أتمنى أن يكون الصراع فيما بينهم بعيدا عن التعليم، عشان نبني وطن لازم التعليم يكون مستمر، أما إذا التعليم انهدم أو كذا فالأمة تنهار. هم أصلا الحويطة هو ذا غرضهم، من شان توقف الطلاب عن التعليم، من شان تخويف الشعب. لكن على العكس تماما، فإن تلك الهمجية رسخت قيم الشجاعة وحب العلم في هذا الجيل الذي كبر على الخوف والهلع. أخاف بس باقي بكون باقي المدرسة أتعلم العلم، مش يعني أني بخاف، مصرة أتعلم. إن شاء الله ربي ينتقم منه، كمان قتل أخي صوب أبي، بس الله ينتقم منه، إن شاء الله ربي بياخذ لنا الثأر منه مهما كان السبب. إيش نقول لهم ربي يا رب ميتهم، إيش نفعل، إيش نتحرر يا مات، إيش نتحرر، إن شاء الله ربي ينصر مقامة إن شاء الله ويهزم الحوثي. كلمات تلخص الأثر الذي خلفته هذه المسيرة الدموية في جيل لن ينسى أن جماعة الموت لم تكن تبالي ببراءة الأطفال ولا بقدسية محاضن العلم والتعليم، وستبقى سارة وأمثالها ممن طالتهم قذائف العدوان الحوثي شهودا على همجية الميليشيا ووحشيتها وإفلاسها الأخلاقي. نشتي نعرف عنه حتى انه لو كان ميت نفتخر انه مات شهيد، نحن نفتخر انه مات شهيد عشان وطنه، دافع عن بلاده، بس لحد الان ما حد قبلنا اي كلام، يعني اي خبر مضمون ما فيش. لحد الان احنا عايشين يعني بقلق، نشتري انه عايش او ميت، انه مفقود، يعني ما حد قابل احنا اي خبر، تابعوا يعني دابا ما حد قابل احنا خبر. بين الأمل والرجاء تتقلب أسرة المقاوم سامي شرف، أحد أبناء عدن الذين واجهوا الاجتياح الميليشاوي. 6 أشهر وأسبوع مرت منذ انقطعت أخبار سامي عن أطفاله
وأسرته تراوح بين التساؤل والتفاؤل انتظارا لطرقات حبيب غائب طال انتظاره. سامي شاب في 36 من عمره، أب لستة أطفال من زوجتين، اضطر كغيره من رجال حي البساتين بمديرية المنصورة لحمل السلاح دفاعا عن الأرض بعد أن كان سائق أجرة مهموما بظروفه المعيشية. كان بطل صاحب ما بعد القيام وخرجوا عشان حاربوا عشان بلادهم عشان عرضهم عشان معلوم. بعد دحر الميليشيا من عدن توجه سامي إلى جبهة لودر بمحافظة أبين، وفجأة انقطع الاتصال به وبرفاقه أثناء مرورهم بمنطقة بعالة في طريقهم إلى مكيراس يوم 13 من أغسطس عام 2015، ولا يعلم مصيرهم حتى اليوم. كل ناس يقولوا مفقود، ناس يقولوا فجأت الدبابة في بومات، ناس يقولوا بدمار معسوه بصنعاء، كل واحد قبل لنا كلام. أما سامي اختفى من راح المقاومة وقدم من يوم الحرب وبالمقاومة، بس من 13/8 لما راح مكيراس ما عاد رجعش. 13/8 بعد 3 أيام أنا حبيت يعني شفته لا في اتصال ولا شيء، دائما تلفونه طافي. سألت عليه سألت العيال ده قالوا ما حد أجا، أجا واحد من اللي راح معه أجا. طلع ولد من عيال اسمه من أول نظرة، رحنا لهناك قال والله سامي أنا طلعت عليه سيارة نزلت أجيب قطعة، العيال موجودين هناك دحين بشيل قطعة وبطلع. رعينا أسبوع نزل الليد فين العيال، قال والله المكان اللي طرحتهم فيه سامي مش موجود، يعني العيال اللي طرحته سامي وخالد لهم مش موجودين ما لقيتهمش. استوطن القلق هذه الأسرة منذ اختفاء سامي، وبات السؤال الأكثر إلحاحا وترديدا، هل هو أسير حي فينتظرون أم شهيد فيفتخرون؟ حق قبل احنا أي خبر عليه نعيش إنه ميت، يعني هذا لو كان يعني الشهادة نحن افتخرنا يعني مات شهيد، بس يعني جيبوا يعني كلام قبل احنا يعني يطمنوا نحن على الأقل يعني إنه مات، على الأقل حتى يعني واحد بيطمن خلاص يعني مات شهيد الله يرحمه، نحن افتخر إنه مات شهيد. 6 شهور لحد الآن ما نسمعش عنه أي حاجة، حي أو ميت، حي أو ميت أو إنه أسير إنه ما حد قبل لنا أي خبر عنه. فقد سامي أحدث في الأسرة فراغا لم يستطع أحد أن يسده حتى الآن، إذ كان العائل الرئيس لأسرته وأهله، وبغيابه تضاعفت أوجاع والده المصاب بالسكر والضغط، ولم يلبث أن توفي حرقة على ولده الأكبر. هو الأخ الأكبر يعني بالبيت، هو يمثل العمود حق البيت بعد أبي، أبي الله يرحمه مات ومش موجود. سامي كان هو مات، هو يشتي سامي، معلق بسامي، مش داري على سامي أي خبر، مش داري إنه سامي عايش ولا ميت، كان يجلس يبكي بعد ابنه. بعيد تلقيهم خبر اختفائه سارعت الأسرة فتحركت للبحث في كل اتجاه، وفي ظل البرود والتجاهل الذي قوبلت به مطالباتهم بالبحث عن مفقودهم جددوا الاتصال برقم سامي الهاتفي، وبالاتصال انكشف وجه آخر لعناصر الميليشيا. طلبت ما حد احنا جدارين يعني كان نتصل ما حد جاوب، ما ساعد سريع اتصلنا قام احنا هذا الرجال كان هو البداية يقول هو بالسجن مسجون، كان اقول طيب على الاقل كل احنا يعني بنكلمه حتى مره واحده بس بنكلمه خلاص يعني مطمن عايش انه ميت انه يعني ما قال طيب يعني بعد ساعتين بعد 3 قال بعدين عبوا لي رصيد عبينا له رصيد ما اتصلنا ثاني المرة ما عاد جاوبش طبق التلفون بعد اتصلنا ثاني المرة قال صاحب هذا التلفون شوفوا بغيبوبه يعني مصاب في بطلقتين صدره وحروق وهو مصاب الان بالمستشفى بمنطقه اسمها حيدان قلنا له طيب يعني جاب عين اخر النهايه خلص طبق التلفون طفى يعني ما تواصلش معنا احنا ولا شيء قفل التلفون خلاص قال لي خلاص ملي لي كرت وانا اوعدك وعد اني بودي التلفون لعنده بخليك تسمعي صوته بعد ما تفديت لو تفديت رجوله هذا الحوتي قال لي والله خلاص ملي لي كرت وانا بودي التلفون مليت له كرت وطفى التلفون ما لصاهوش هذا حصل سادس بعيد. برغم الألم لم تيأس الأسرة وتباينت المعلومات بشأن مصير سامي وموقع احتجازه وأسره. واحد اتصلنا جاوب عن التلفون حقه قال يا أخواني صاحب هذا التلفون هذا مأسور ومصاب مصاب بطلقة نارية بصدره وبغيبوبة يعني في بحروق هو ما قدرتوش تعرفوا من هذا اللي جاوبكم على التليفون واحد حوتي كلام التليفون مثلا قلت
لا احنا قلنا له فين صاحب ده التلفون، فين حصلته؟ قال صاحب هذا التلفون مأسوه بس مصاب. يعني قلنا له شي نتكلم معه، قال خلاص اتصلوا ثاني يوم ونحن احنا ان شاء الله بنخليكم تكلموا معه. اتصل التلفون مغلق. وتابعت في 22 مايو، تابعت يعني من للعيال، ونحن بعد الله سامي في التاكسي كان. لن تكون مرارة الإهمال والتجاهل الذي تلقته أسرة المفقود المناضل وأطفاله أكثر من مرارة فقدان الحبيب، لكن ذلك يضاعف من قسوة الظروف، فتصبح المعاناة والمأساة أكثر ثقلا والوجع أكثر ألما. ما إيش أي تجاوب معانا منهم؟ فين نروح نحن الآن نطالب؟ احنا كل مكان نطالب ما فيش فايدة، ما فيش تجاوب، ما فيش أي حاجة. سامي كان يعني هو يعني مثل الأب بدل الأب داخل البيت، يعني لما راح فقدنا حاجة كبيرة من بعده. نحن نجلس نبكي ليل نهار، خواته أمي معي تنتين، باقي خوات تنتين. أنا أتمنى يعني من الرئيس عبد الرباني يهتم بالجرحى والأسرى والشهداء وقادة المقاومة، توظيف يعني للجرحى على الأقل، يعطوا لهم رقومات عسكرية، يكون يستلم على الأقل رواتب لقوها لهم، برضه الشهداء هكذا يعني يعطوا لهم رواتب، المأسورين برضه لا رواتب ولا أي حاجة، واحد معه 5 أطفال، معه 6 أطفال، 7 أطفال، كلهم مقدرين. لا هذا ما يقول. أعطوني في شهر 11 500 ريال سعودي في شهر 11، وتقاسمنا أبوني وعياله الثانيين، ولو ساعتك للآن ما في شيء. بس ما قابلهمش اي خبر، يعني قمت اقابله اكثر من مره، بس يعني ما حد قابل احنا اي خبر يعني على انه عايش انه ميت، انه يعني ما حد قابلها. يطلعوا اسمه يعني من ضمن الاسرى بالكشوفات، بس يعني هو ما فيش يعني دوروا ده ما فيش خبر. احنا طالب الرئيس يعني كمان تابع ملفات الاسرى والمفقودين والدوله والمقاومه والدام، يعني هم شالهم تحميش كانهم مش مواقيد، كأنهم ما لهمش أي معنى ولا لهم أي صفة ولا شيء، ما كأنهم خرجوا يقاتلوا بعد وطنهم، خرجوا لهم قاتلوا مشان إيش؟ مشان وطنهم، يقاتلوا مشان إيش؟ مشان دينهم، مشان عرضهم، ما خرجوش يقاتلوا مشان أي حاجة ثانية. مفروض الدولة والقادة المقاومة ينتبهوا، يعطوا اهتمام لهم، لأسرهم، أسرهم يعني ما حد يعيلهم. لم ولن تكتفي الأسرة بما بذلته من جهود مضنية بحثا عن فقيدها الذي لا يزال مصيره مجهولا، وبات منزله للبيع معروضا لسد حاجة أطفاله. ستبقى المطالبات مستمرة بكل الحقوق الإنسانية، لأن حق الشهيد أو الفقيد والأسير والجريح لا يسقط تحت أي ظرف من الظروف، فحقهم على الدولة الوفاء كما كانوا أوفياء مع الوطن. فجدير بالدولة وقيادات المقاومة الاهتمام بفئات الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين، حتى لا يشعر ابن الشهيد أو الفقيد ولا الجريح أنه وحده.